هاد الناس هادو القضيه وما فيها باختصار هو ان واحد السيد عمهم هنا هادو عائله وحده عمام كيدعي انه هاد الارض هادي ديالو كان شاريها منذ سنين هادي منذ 80 سنه ولا 90 سنه وفي الحقيقه هو ماشي هذا هو الواقع. المهم على اين هو تيقول بلي راه شاري وعنده وثيقه باش شاري رغم ان هادي ارض ديال الاملاك المخزنيه ما ديالو ما ديالهم. هذيك الوثيقه هو دلا بها للمحكمه في الفتره ديال الكورونا دازوا الجلسات الناس ما مشاوش حضروا الجلسات وبالتالي صدر حكم. المحكمه اعتمدت الحكم ديالها على جوج ديال نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى الشهاده ديال واحد المراه حنا طلعنا على نسخه من الحكم، والنقطه الثانيه هي الوثيقه اللي دلا بها هو باش شرا، هي عباره على تنازل لا يغني ولا يسمن من جوع، وبالتالي صدر الحكم ديال الافراج. اليوم الناس تينتظروا انهم عادي تجي القوى العموميه وعادي يجي المنفذ وعادي يقوموا بالتنفيذ ديال هذا الحكم هذا ديال الافراج. الا انه قبل الناس لجؤوا للمنظمه وداروا عده طلبات ديال المسانده وتم توثيق ديال المسائل. طلعنا احنا الملف بحيثيات ديالو كاملها من البدايه حتى النهايه، وحنا عندنا شراكه مع الاستاذ اللي هو مستاذ محامي محلف لدى المحاكم او مقبول لدى المجلس الاعلى، وتبنينا الملف من بدايته الى نهايته وطلعنا على الوثائق وبلينا بلي راه كاينه شي مسائل ماشي هي هذيك، كاينه شي امور ما بني على باطل فهو باطل. وبالتالي المنظمه ساندت هاد الناس هادو. وحنا اليوم عندنا دابا في هاد اللحظه هادي الناس واقفين دابا هنايا تينتظروا، عندنا جلستين في المحكمه، الجلسه الاولى ديال الاملاك المخزنيه ديال دعوى الاستحقاق، والجلسه الثانيه اللي كاينه ما بين هاد الناس هادو ما بين مع عمهم ديال التنازع على هاد الارض هادي. هي بدايه كانت ارض خاليه 1952 1953 ولكن راه تبناو عليها الناس جدودهم، بناو هنا وتوالدوا هنا وتكاثروا هنا ابا عن جد، يعني كاين هنا اللي في عمره 80 سنه كان في عمره 70 سنه وتعاود ولا هو كان عايش هنا في هذه الاراضي. كيف يعقل عادي يقوم يتم افراغ ديال هذه الدوار باسره عادي نفرغوهم نخرجوهم؟ تقريبا الساكنه راه فايته 150 الى 160 ديال الساكنه. الساكنه باش يتم الافراغ ديال 15 دار ل 16 دار. نعم نعم. حنا الطلب الوحيد اللي عندنا والطلب الاساسي اللي تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى بالدرجه الاولى ثم من صاحب الجلاله بصفته خليفه الله في ارضه ملك البلاد والناس اللي مسؤولين على العدل في هذه البلاد هذه، انه جوج نقاط. اولا يتم ايقاف التنفيذ، ثانيا تم اعاده نظر في هذا الحكم هذا، تم اعاده اطوار المحكم، وخصوصا انه ظهرت وثائق جديده، خصوصا انه ظهرت بيانات جديده ومعطيات جديده، وكاينه واحد الوثيقه عدليه متقى في المحكمه ديال القسمه ديال الاراثه ديال هاد جدهم. جد هاد الناس هادو عائلة دير واحد الاراثه فرق فيها الارض هادي على ولادو بالتساوي، يعني هادو خوهم هذا اللي بيجري عليهم كاملين راه ما عندوش الحق لانه باه كان دار اراثه وفرقها وعطى لكل ذي حق حقه. راه انا زايده وحلوق هنا عند والديا وملي كان بغا يبيع خوهم هذيك الدار، وانت انا راجلي الله يرحمه اللي شراها من عنده، راه ولادي كاع كبروا هنايا وكبرنا حنا هنايا، ودروكا راه تيحكم عليا قال لك الحكم راه الافراغ مع تيجي المنفذ تيقول لك راه بغيت تخرجي، هاد السيد باني نخرج يعوض ليا، فين بغيت نمشي انا ندي ولادي؟ وانا غير جالة، انا ساكنة هاد العام 37 عام. 37 عام باش شارية، وما العمر ديالي راه ما عرفت كداو 58 زادة وحلوق هنا. ما فهمناش هاد الشيء ملي كنا تيجيو هادوك لي السيد هادو داك الشيء، كان هاديك كورونا قلنا الخزنة قدام. هرسنا لي السيد هادو ما مشينا تما فين خدموا علينا الخدمة وطرف علينا الحكم. انا ساكن معاهم في الدوار، انا الدوار تادرت وهما في هذيك طاح، فرقنا غير الواد. وحنا اللي تنعقل انا في عموري هذاك بات هذوك الدراري هو اللي جا سكن هنا، بنا واحد العشيشه هنا بناها وخدم ولادو ودورهم. هاد السيد راه ما كانش كان حساس هذاك في الوزير، ما تيجي كاع لهنا ولدو اللي عايش. حنا قال لك هو شاري مع باه، حنا هذاك الشيء ما طلعنا عليه، يدبروا رؤوسهم باهم اللي فرق ليهم القسمه، عطاهم القسمه لكل واحد عطاه حقه. وهذوك الناس راه ماتوا، خوتو راه ماتوا وخلاو ولادهم، وهذاك السيد حتى هو ما مات حتى خلى ولادو باع داك الشيء اللي فرق ليهم داك الشيء اللي جاهم. السلام عليكم. وهاد الناس الله يجعلهم يتصبروا بعضياتهم، ما يصبروهم بعضياتهم، يتسامحوا بعضياتهم، راه الدنيا هنا كاينه، الدنيا راه غاليه.